السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم، أهلا بك فيروز. أهلا بك منى، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يقر بقتل 3 محتجزين بغزة في نوفمبر الماضي. نتنياهو يتوعد برد قاس على صاروخ الحوت البالستي الذي ضرب تل أبيب. وجيش الاحتلال ينفي منشورات تطالب بإخلاء مناطق جنوب لبنان ويعتبرها سلوكا فردية. والآن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. أقر جيش الاحتلال بقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بغارة في 10 من نوفمبر الماضي، وتم استعادة جثامينهم شهر ديسمبر. هذا وأوضح أن المحتجزين 3 هم عريف ورقيب بالجيش، بينما يحمل 3 الجنسية الفرنسية. وأشار إلى أنه سند في الوصول لنتائج التحقيق عن طريق مطابقة أجسادهم بمكان العثور عليها والأضرار الواقعة عليها نتيجة القصف، ونفى عمله المسبق بموقع تواجدهم. وينضم إلينا من رام الله السيد أنس أبو عرقوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا في القاهرة الإخبارية في هذه الساعة. إذن هو يعني قوات الاحتلال على علم بهذه المعلومات منذ عدة أشهر وتقرر عدم نشرها. سيد أنس، الجيش، جيش الاحتلال يقتل ويخفي هذه المعلومات، لماذا برأيك؟ أولا، الجيش الإسرائيلي لديه إجراء اتبع ومطبق. في حال تم معرفة أين الفندق الأخير، هناك تعليمات واضحة اسمها تعليمات هانيبال تقوم على قتل الجنود الأسرى مع خاطفيهم. هذا إجراء يعني يطبق الآن، الجيش يقول أنه لا يطبقه في قطاع غزة، ولكن يبدو أن الأمر مطبق. بخصوص هذه الحالة بالتحديد، الجيش كان ينكر ولم يبلغ الأهالي، ولكن الجثث كانت تشير إلى أنهم قتلوا بالغاز، والجيش الإسرائيلي أنكر أنه استخدم غازا ساما في مهاجمة غرفة العمليات حيث كانوا يحتجزون بجوار القيادي في كتائب عز الدين القسام قائد لواء الشمال الغندور. والدة أحد جنود الأسرى وضعت نصبا على قبره تقول أنه يعني تم التخلي عنه في 7 أكتوبر وقتل في ذلك التاريخ بيد الجيش الإسرائيلي، والجيش أزال ذلك النصب عن قبره. الجيش وجد نفسه مضطرا للاعتراف في ظل إصرار والدة أحد الجنود الأسرى الكشف عن الأمر، ولكنه حتى الآن ينكر استخدام الغاز السام في مقتلهم ويقول أنه ربما
يعني الذخائر أفرزت بعض الغازات أدت إلى مختلفة. نعم سيد أنس، يعني في أكثر من مناسبة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر جيش الاحتلال يقر بقتل أسرى في قطاع غزة، سواء عن طريق قصف من طائراته أو إطلاق نار مباشر أو ما إلى ذلك، أو كما ذكرت أنت السيد أنس منذ قليل، إلى أي يعني وجهة نظر أنت تميل؟ هل هو يعني خطأ أم شيء متعمد؟ خاصة وأن هناك بروتوكول هانيبال وهي عقيدة في الجيش الإسرائيلي. يعني ذوي يعني لا حقق منطقيا المنطقة التي يحتجز فيها أسير عندما يتم قصفها في قنابل سجن العثمان، هذا يعني قرار مطلق في القتل سواء كان زنبي أم قتل المنطقة في أسماله، قتل كل المتواجدين في هذا المكان. قرار القصف الجوي الجادي المكثف لمناطق هو يعني قرار إعدام لكل المتواجدين في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي في الواقع لا يقيم اعتبارا بحياة جنوده أو المدنيين الفلسطينيين وبالطبع المقاتلين الفلسطينيين، هذه عقيدة عسكرية راسخة لدى الجيش الإسرائيلي. الأسير يقتل ويتم التخلي عنه ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك. إذن هي عقيدة راسخة في العقيدة الإسرائيلية العسكرية. سيد أنس، إذن ما هو مستقبل الحوار وإبرام الصفقة فيما يتعلق بالمحتجزين في ظل كل هذه الضغوط الشعبوية الإسرائيلية وهذه الاعترافات وهذه المعلومات التي هو ينشرها بعد أشهر عديدة من تخليه على صفوف جيشه؟ يعني أولا نتنياهو والجيش تخلوا عن الجنود الأسرى، لا يريدون دفع ثمن، لا يريدون الخضوع لإملاءات المقاومة الفلسطينية. الأمر الثاني وهذا أمر مهم، يعني هناك عمليه اعتقال بالمتضامنين مع ذوي الاسرى، هناك تيتيم باهل الجنود الاسرى، وحتى حركات التضامن هي ليست حركات قويه يعني تشل المشهد السياسي والاقتصادي في اسرائيل، لذلك لا نرى نتنياهو يخضع ولا يسد وجها لهؤلاء، وحتى الجيش لا يخرج في العلن مطالبا بالضغط على المستوى السياسي، وانما هي تسريبات وتطمينات لذوي الاسرى لانهم لا يستطيعون القول لقد تخلينا وانهينا هذا الملف. هي حاله تلاعب بذوي الجنود الاسرى، اسرائيل تريد المضي قدما في هذه الحرب، هذا هو التقدير السائد. إذن هي حالة من التلاعب فيما يتعلق بهذه الصفقة، صفقة المحتجزين والأسرى. على أي حال بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من رام الله السيد أنس أبو عرقوب الكاتب والباحث والسياسي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. أعلنت حركة حماس أنها لا تزال تحتفظ بقدرة عالية على الاستمرار في الحرب مع إسرائيل. أكدت الحركة كذلك أن قدرتها على المقاومة عالية وستتواصل، مضيفة أن سقوط المزيد من الشهداء دفعها لتجنيد أجيال جديدة في صفوفها. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة غاز الشوى في بيت حنون شمال شرق قطاع غزة. هذا وزعم جيش الاحتلال بأن تلك المدرسة تستخدمها حركة حماس كمكان للاختباء والتحضير لإطلاق النار.
استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي سياق متصل، أعلنت الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 24 شهيدا و57 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. كما أفادت الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,206 شهداء و95,337 مصابة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ باليستي وصل وسط إسرائيل لأول مرة. هذا وأشار الحوثيون إلى تنفيذ عملية نوعية قصفت هدفا عسكريا في منطقة يافا، وقال المتحدث باسم الحوثيين إن العملية تم تنفيذها بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه. كما أضاف المتحدث أن الصاروخ قطع مسافة 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، كما تسبب في حالة من الخوف والهلع في إسرائيل، وعلى الاحتلال أن يتوقع مزيدا من الضربات والعمليات النوعية القادمة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا عند كل محاولة لاستهداف إسرائيل. أشار كذلك نتنياهو إلى أن بلاده تخوض حربا متعددة الجبهات لمواجهة إيران التي تعمل على تدميرها، لافتا إلى أنه لن يقبل باستمرار الوضع في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان كما هو، وسيفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان المناطق الشمالية إلى منازلهم. فشل وإخفاق جديدان يضافان إلى منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي والقبة الحديدية، فلم يستطع لا تتبع الصاروخ اليمني ولا اكتشافه قبل وصوله وسقوطه بالقرب من تل أبيب، رغم استغراقه نحو 15 دقيقة ليصل إلى مكان انفجاره. وسائل إعلام إسرائيلية أقرت بالفشل الإسرائيلي، معلنة أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا لمعرفة أسباب فشل الدفاعات الجوية رغم المسافات البعيدة التي قطعها الصاروخ من اليمن، ورغم إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية من المنظومة الدفاعية حيدس والقبة الحديدية، إلا أنه لم يتم التصدي للصاروخ. صواريخ الفصائل اللبنانية والحوثيين تشكل رعبا لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، فمع رصد أي صاروخ تدوي صفارات الإنذار ليتدافع السكان للاحتماء بالملاجئ، ما أدى في حالة الصاروخ الأخير من قبل الحوثيين لإصابة عدد منهم. التخوفات من مثل تلك الصواريخ تتجاوز حدتها لتداعيات لاحقة، فالمدارس تتعطل لساعات خوفا من وصول صواريخ أخرى كما حدث في الصاروخ الحوثي الأخير. الجيش الإسرائيلي خلال تحقيقاته الأولية أعلن أنه لم تحدث أي إصابات بسبب سقوط الصواريخ في منطقة غير مأهولة بالسكان، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية تساءلت ماذا لو سقط الصاروخ في منطقة سكنية وعن عدد الإصابات المحتملة، ليؤكد الفشل الإسرائيلي. الحرب بين إسرائيل والحوثيين لم تعد محصورة في ساحة البحر الأحمر فحسب، بل امتدت إلى الداخل الإسرائيلي، ويغذي تلك المخاوف الإقليمية توعدات حوثية بأن الجانب الإسرائيلي لن يكون آمناً أبداً وفي أي مكان، وأن هناك مفاجآت بانتظاره في قادم الأيام. لم يكن تهديد اليوم الأول من نوعه الذي يصل لإسرائيل محملاً بإمضاء الحوثيين، فقد سبق الصاروخ الأخير أكثر من محاولة بعضها أصاب أهدافه في عمق الأراضي الإسرائيلية، مثيرا للتساؤلات حول جدوى نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.
وفي شأن اللبناني أعلن حزب الله استهداف حزب مرابط الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزعورة بالأسلحة الصاروخية. هذا كما استهدف حزب الله في وقت سابق موقعا عسكريا إسرائيليا بعشرات من صواريخ الكاتيوشا. كما أشار حزب الله إلى قصف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة فيها. نفى جيش الاحتلال إلقاء منشورات في الجنوب اللبناني لمطالبة سكان مخيم الوزان ومحيطه بإخلاء مناطقهم، وقال إنه سلوك فردي. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله إن عميدا في لواء بالشمال ألقى منشورات في لبنان من دون إطلاعه. كانت إذاعة جيش الاحتلال أكدت إلقاء الطيران الإسرائيلي منشورات في الجنوب اللبناني. هذا وقلل سكان البلدات الجنوبية اللبنانية من شأن هذه المنشورات التي ألقاها جيش الاحتلال والتي تطالب سكان منطقة الوزان بترك منازلهم، واعتبروا أن هذه الخطوة لن تؤثر على قرارهم بالبقاء في منازلهم والتمسك بأرضهم. بالنسبة للمناشير الموجودة اللي عم نسمعها لا بتقدم ولا بتأخر، يعني مثل الجدار الساط، هو ذاته لا بيقدم ولا بيأخر. والله يا صاحبي نحن هيدي المنشير ما بتعني لنا، ما اخر همنا، نحن صامدين ببيوتنا بضياعنا وبارضنا وما عندنا مشكله مع هالمواضيع كلها. وانا باقي هون، من هون ما منفل يا كبيرنا. صامدين هون للاخر، ان شاء الله ما حدا يقرب علينا وما حدا يجي يصوبنا. باقيين هون لاخر لحظه. وهالمناشير مش رح تاثر علينا ولا شيء، واذا في حدا نحن قادرين، اذا نحن بالضيعه نحن قادرين نردع هيدا الشيء. رح نرضى هالشيء، ما رح نخلي حدا يفوت يمس بسلامة وأمن الضيعة عنا نحن. يعني نحن دايما صامدين، ما بيأثر علينا هذا الشيء، نحن هون صامدين بالضيعة، وشو ما عملوا وشو ما ضربوا وعملوا جدارات صوت، نحن باقيين، هيدي أرض أرضنا. قد ما ضربوا وقد ما بعتوا غارات وبعتوا فسفور، نحن باقيين، هيدي الأرض إلنا. للمزيد ينضم إلينا من بيروت العميد ركن مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي. في البداية أرحب بك سيادة العميد، يعني من ناحية منشورات يعني أطلقتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذاعة جيش الاحتلال أعلنت عنها وجيش الاحتلال يتنصل ويقول أنها عمل فردي، ما هي المناورة في أمر هذه المنشورات التي ألقيت على سكان مخيم الوزاني؟ مساء الخير سيدتي كريمة، مساء الخير جميعا. اللي عم بيصير بجنوب لبنان هو رسائل معنية بين الدول المعنية بالاتفاق والمفاوضات عبر لبنان، عم بتصير رسائل لتسهل المفاوضات. اللي عم بيصير لأنه بس أعلن اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أعلن نحن مانا جاهزين بعد قبل أسابيع وأشهر للحرب، وبالتالي غير ما يكون الحلفاء جاهزين معنا بالعملية بلبنان، أعلن اليوم. بس تحديات عند نتنياهو أهم شيء هي تحديات اللي عم بيواجهها من الجيش، الجيش عم بيضغط عليه العسكريين لا يتدخل، وعنده تحدي اليمين المتطرف عم بيتدخل، واليوم يعني والتدخلات عم تضغط عليه لا يقوم بالحرب قريبا. وقضية صفد هي تحدي أساسي لأله، لأنه صار محور لأهداف حزب الله بالجنوب. أهداف حزب الله على صفد هجرت البلدة، وبالتالي عم تطلب التدخل السريع.
بس بالنسبه للان بعد مثل كما ذكرنا سابقا العمليه العسكريه الاسرائيليه بعد مؤخره بجنوب لبنان. ما يحصل الان لو سوى تحسين الشروط بين الطرفين للاستعداد لاخذ مكاسب. نعم. اكثر. طيب سياده العميد سياده نعم يمكن تكون العمليه سيادة العميد، يعني هناك خبراء عسكريين يتابعون الوضع وما يحدث في الجنوب اللبناني، وبالرغم من التصريحات الإسرائيلية بأن لديهم تقدم ولديهم دائما ربما يعني مواكبة لما يحدث في شمال إسرائيل، ولكن من ناحية أخرى كل الخبراء العسكريين يقولون أن إسرائيل تخسر الكثير في هذه الجبهة أمام حزب الله. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أتفق على الطرح، بس التصريحات السياسية الإسرائيلية غير الواقع على الأرض. تصريحات عم تطلب الحرب والحسم السريع بشمال إسرائيل، بس على مثل ما ذكرنا على الأرض قوات الجيش انتشار الفرق والألوي والمرابط المدفعية لتقدم أي هجوم الآن على جنوب لبنان مش جاهز. كل التصريحات لتطمئن خاصة سكان صفات لتتحسن الوضع للإسرائيليين مشان ما يتركوا يرفع المعنويات لرفع المعنويات، بس بعد العملية العسكرية بجنوب لبنان منها جاهزة حتى الآن، وأعلن نتنياهو اليوم صباحا. طيب سيادة العميد، أنت خبير عسكري، اليوم صاروخ باليستي وصل في قلب تل أبيب، بالتأكيد ذلك له يعني معان كثيرة ودلالات كثيرة من الجانب العسكري، خاصة وأن البعض منذ صباح اليوم بات يشكك في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. عسكريا ما الذي يعنيه هذا؟ هيدي ضمن ذكرنا سابقا لتبادل الرسائل بين الدول المعنيه بالمنطقه، بس صاروخ الحوثي كمان ليحس حزب الله يمكن الاشتباك السريع والقريب، بينما بالنسبه لحزب الله بعده للحرب مطمئن انه منها قريبه ولا وشيكي. وبالنسبه للطرف الاسرائيلي عمليا كجهوزيه على العسكريين والقوى العسكريه باسرائيل منها جاهزه للهجوم على لبنان حتى الان. كله بيصير، واذا نفذ اي عمليه محدوده ضمن الوزاني او بتكون حدودها بالجنوب لن تتعدى جنوب لبنان او بعض المناطق في البقاع، اما العمليه الواسعه غير جاهزه ضد لبنان بعد. بالنسبه للطرف الاسرائيلي وذكرنا نتنياهو بالرغم من بعض التصريحات السياسيه الاسرائيليين يلي بتشجع على الحسم السريع، إما بالواقع ما في حسم سريع، نوع من المناورات ما زالت مستمرة بين الطرفين، تحسين شروط، تحقيق مكاسب محدودة لحتكون العملية غير واسعة لعدة ظروف وأمور. من بيروت العميد ركن مرسال بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. ودوت صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى شمال إسرائيل. هذا وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق 40 صاروخا تجاه عدد من المستوطنات الشمال، كما أشار إلى تأخير فتح المؤسسات التعليمية في الجليل الأعلى إلى الساعة 11 صباحا خشية وصول المزيد من الصواريخ. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يسعى لتصعيد متدرج على الجبهة الشمالية. كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيبحث غدا الاثنين مقترح توسيع العمليات ضد حزب الله. تصعيد إسرائيلي لا يتوقف صوب الجبهة الشمالية، تارة بالغارات وتارة أخرى بالتصريحات التي حملت في كل مرة تلويحا بشن هجوم واسع على لبنان لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. أحدث حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اللبناني جاءت عبر تقارير إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية، وأنه أكد بمشاورات عقدت الخميس أن توسيع التصعيد مع لبنان لن يضر بالضغط العسكري في غزة. تقارير إسرائيلية أخرى
تحدثت عن وجود خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان خوفا من الإضرار بالتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين. لكن زيارة جالانت التفقدية في محور نتسريم وسط قطاع غزة دحضت ذلك، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي استعداد الجيش لنقل مركز الثقل العسكري من قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية بسرعة تحسبا لأي سيناريو من حزب الله. ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري السياسي الأمني الاثنين الأوضاع في الجبهة الشمالية في خطوة تأتي بعد مرور أكثر من 11 شهرا على بدء الحرب على قطاع غزة وامتدادها لجبهة الشمال. وتشهد المستوطنات بشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 8 أكتوبر الماضي توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك يسكنها مئات الآلاف من الإسرائيليين. أفادت مراسلتنا بأن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على إخماد حرائق اندلعت شمالي هضبة الجولان المحتلة. هذا كما أفادت مراسلتنا بأن الحرائق جاءت عقب رشقة صاروخية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان. في السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرائق في الجولان آخذة في التوسع. من القاهرة الإخبارية نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. الحكومة الأردنية برئاسة الخصاونة تقدم استقالتها تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير موقع تجمع لداعش الإرهابي وقتل من فيها ضمن عمليات شرق صلاح الدين. وفي بيان لها ذكرت الخلية أنه وفقا لمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العملية المشتركة، نفذت طائرات F-16 ضربة جوية ناجحة استهدفت فيها مكان التجمع بسلسلة جبال بقيادة عمليات شرق صلاح الدين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في السودان بأن سفينة مساعدات إنسانية مصرية وصلت إلى ميناء بورت سودان وتحمل على متنها نحو 200 طن من المساعدات مقدمة من القوات المسلحة المصرية وعدد من الوزارات والهلال الأحمر المصري. وأضاف مراسلنا أن السفينة تعد من أضخم المساعدات التي تصل إلى السودان مقدمة من الحكومة المصرية وتحمل مختلف المساعدات الإنسانية. تأتي هذه السفينة ضمن جهود مصر المتواصلة لتقديم مختلف المساعدات الإنسانية لتجاوز محنة الحرب التي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي. يتأهب الجيش السوداني لصد هجمات جديدة على مدينة الفاشر بولاية دارفور بعد 3 أيام من عمليات القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع. يأتي هذا بعدما كثف الدعم السريع من هجماته البرية والمدفعية وبالمسيرات على مدينة الفاشر شمال دارفور. وعرب المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرلين بريلو عن قلقه إزاء الهجمات التي يشنها الدعم السريع على مدينة الفاشر، حيث دعا الدعم السريع لوقف الهجوم. كما قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس
إن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار حصار الدعم السريع لمدينة الفاشر، وحثت الدعم السريع على وقف هجومها بما في ذلك القصف الذي يدمر البنى التحتية ويهدد حياة المدنيين، وضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بحماية المدنيين. قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة بشرى الخصاونة، وكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، ذلك بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب. وانتخب مجلس النواب الجديد في 10 سبتمبر الجاري. قال الملك عبد الله الثاني إن الانتخابات النيابية تعد نقطة انطلاق لتطبيق العملي لمسار التحديث السياسي، مثمنا جهود الهيئة المستقلة للانتخاب وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والمتمثل بالانتخابات النيابية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه تلقى تقريرا من قائد الجيش الجنرال ألكسندر سيرسكي بشأن الوضع الميداني للقوات على خط المواجهة. وخلال خطابه له أكد زيلينسكي تمسك قواته بمواقعها رغم الصعوبات. لقد تحدثت للتو مع القائد العام سيرسكي وتلقيت تقريرا حول خط المواجهة شمل منطقة دونيتسك والاتجاهات الرئيسية. نحن نتمسك بمواقعنا بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك الأمر، كما تلقيت تقريرا عن منطقة كورسك بشأن أفعالنا وردود فعل الجيش الروسي. وكما هو متوقع فإننا ندافع عن مصالحنا الأساسية وهي إحلال السلام. نحن نضغط على روسيا ونفعل كل شيء لنجعلها تشعر بالحرب من جانبها. قالت القوات الجوية الأوكرانية إن وحدات دفاعها الجوي دمرت 10 من أصل 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية مستهدفة أراضيها. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أنها أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر إم وصاروخا موجها من طراز KH-59 مستهدفة منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أن الصاروخ الموجه تم تدميره. هذا وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الاتفاق على المساعدات العسكرية والإنفاق عليها لأوكرانيا زاد، وسيتم توفير 650 صاروخا للمساعدة في حماية أوكرانيا من الطائرات بدون طيار والقصف الروسي. هذا كما تعهد لامي بمنح أوكرانيا 3 مليارات جنيه استرليني سنويا للمعدات العسكرية طيلة فترة الحرب. من المهم أن نزيد الإنفاق على أوكرانيا بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني سنويا للمعدات العسكرية طالما استمرت الحرب. أراد الأوكرانيون المزيد من الصواريخ، أعطيناهم 650 صاروخا من طراز بريمستون، وأعلنا عن المزيد من الذخائر والمزيد من المدافع التي يحتاجونها. وبالطبع نحن نناقش مع الحلفاء مدى واسع من السبل لضمان أننا نساعد أوكرانيا على تخطي الشتاء والرد على بعض أسوأ الأفعال وأكثرها عدوانية التي رأيناها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وسائل إعلام أمريكية أن أغلبية بسيطة من الناخبين الأمريكيين تؤيد تعهد الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وخاصة من الصين، مما يظهر تفوقه الاقتصادي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وكان ترامب وهاريس تعهدا بالسعي إلى خفض الضرائب حال الفوز في الانتخابات المقررة
في 5 نوفمبر، لكن الناخبين يرون أن ترامب سيكون أكثر قدرة على خفض الدين العام والبالغ 35 تريليون دولار. أعلن مكتب المدعي العام السويسري إعادة فتح الإجراءات الجنائية في قضية قتل دبلوماسي مصري وتوجيه الاتهام لشخصين مزدوجي الجنسية بعد التطور التكنولوجي الذي تسبب في كشف المتهمين وإثبات تورطهم عبر تحليل DNA. كان نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف المستشار علاء الدين نظمي قتل في نوفمبر من عام 1995 بالرصاص، وتم غلق القضية بسبب عدم التعرف على الجاني عام 2009، ولكن بناء على النتائج الجديدة تم إعادة فتح الإجراءات الجنائية عام 2018، وقد رفعت الآن اتهامات إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية ضد مواطن مزدوج الجنسية من ساحل العاج وإيطاليا يبلغ من العمر 54 عاما، وآخر مواطن سويسري إيطالي هو مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 49 عاما. شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر في جلسة نقاشية حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري والعربي، ذلك بمؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC في العاصمة الهولندية أمستردام. وأوضح عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها استطاعت منذ إنشائها أن تتبنى نموذجاً اقتصادي مستدام يستطيع أن يوفر للإعلام كل الإمكانات التكنولوجية وبيئة العمل المناسبة لآلاف الإعلاميين والفنيين والمتخصصين. هذا كما أضاف الفقي أن الشركة تملك 46 شركة يعمل بها 9000 شخص و17 قناة تلفزيونية، بينهم 3 قنوات إخبارية و12 صحيفة وموقع إخباري و6 إذاعات راديو، هذا إلى جانب منصة إلكترونية وهي منصة واتشت الترفيهية ومجموعة من شركات التسويق والإنتاج الدرامي والسينمائي. كما أشار الفقي إلى أن الشركة المتحدة تستمد قوتها من تاريخ يتجاوز القرن ونصف للإعلام المصري، قدم خلالها مكتبة أثرت وجدان الشعب المصري والعربي بأكمله. هذا وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي أن هناك إشادات بالإنجازات التي حققتها الشركة المتحدة في مجال الإعلام. ومن ناحية أخرى أشاد الفقي بدور قناة القاهرة الإخبارية في تغطية الأحداث العالمية وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية على هامش جلسة نقاشية في مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي IBC في العاصمة الهولندية أمستردام حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري. احنا جايين هنا عشان تشوكيس، هنا اكبر الشركات العالميه سواء في التكنولوجي او في الميديا، والحقيقه احنا نفسنا منبهرين من انبهار الناس. يعني لسه الناس بتقول انه 46 شركه في 6 سنين ده حاجه يعني الحمد لله، يعني حاجه ما حصلتش قبل كده، وحجم الكيس اللي احنا وريناه للناس اعتقد كل الناس طالعه يعني مبسوطه جدا من الجلسه بتاعتنا النهارده. يعني دور القاهره الاخباريه في الفتره اللي فاتت الحقيقه احنا فخورين بيه، وفخورين بتغطيتها لغزه وتغطيتها للمنطقه كلها. والقاهره الاخباريه اصبحت نقله من النقلات اللي احنا بنفتخر بيها في الشركه المتحده، هي والوثائقيه. ويعني الحقيقه الحمد لله في الفتره اللي فاتت اعتقد ان مصر بقى ليها صوت اقليمي واضح من خلال الاعلام. طبعا الصوت الاقليمي دايما موجود لمصر، انا بتكلم على الاعلام يعني. فاعتقد القاهره الاخباريه دورها واضح في هذا الاطار.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة الإدارة والعضو المنتدب لمنصة واتشيت أن مصر موجودة وتشارك بشكل دائم في المنتديات العالمية والإقليمية الكبرى. هذا كما أوضحت نشوى جاد في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن مؤتمر IBC يتناول الإعلام والتكنولوجيا الحديثة الخاصة بالإعلام أيضاً. مصر طول عمرها متواجدة في المنتديات الكبيرة العالمية، خلينا أقولها والإقليمية، فطبعا تواجدنا النهاردة كان شيء مهم جدا، خاصة أن المحفل اللي احنا فيه مش بس بيتكلم على الإعلام، هو بيتكلم كمان على التكنولوجيا المرتبطة بالإعلام وصناعة الإعلام الحديث. وطبعا المتحدة وواتشيت احنا محافظين دايما أن احنا نكون مواكبين العصر كله في التكنولوجيا الحديثة، سواء في التجهيزات بتاعتنا أو في الأعمال اللي احنا بنعملها، ومن خلال المنصة اللي هي زي ما بيقولوا الشباك اللي بيفتح لنا كلنا وللمتحدة كل الأعمال إنها تكون موجودة في العالم كله. فكنا حريصين إن إحنا نتواجد هنا أولا، إن إحنا نشوف الشركاء بتوعنا، لأن طبعا التواجد المرئي بيبقى حاجة بيعزز الحاجات اللي زي كده، وفي نفس التوقيت نشوف التكنولوجي الحديثة ونطورها بحيث إحنا نجيبها عندنا في الاستديوهات بتاعتنا وفي القنوات الخاصة بينا. فده كنا شيء حريصين عليه، زي ما أنت قلت هو مش جديد علينا إن إحنا نكون موجود هنا، ودي بوابة لينا إن إحنا نقدر نوصل للعالم كله المحتوى بتاعنا والحضارة بتاعتنا والثقافة بتاعتنا، ومن خلال منصة زي منصة واتشيت عليها القنوات الخاصة بالمتحدة وعليها، وده الأهم كمان في الأحداث اللي احنا كلنا بنعيشها طبعا موجودة فيها القاهرة الإخبارية، فبنقدر احنا نوصلها للعالم الخارجي سواء في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في الناحية التانية في الفاريس، فده شيء احنا حريصين عليه جدا. قالت المدير التنفيذي لشركة 30 Degree North نهى النحاس إن مصر لأول مرة تتحدث عن تجربتها في صناعة الإعلام أمام مؤتمر IBC في أمستردام. وأضافت كذلك النحاس في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن الشركة قدمت خلال المؤتمر استعراضا لأنشطتها في مجال الإعلام. IBC هو قبلة الإعلام والتكنولوجيا في العالم، ونحن نشوف مصر الأول مرة بتتكلم عن تجربتها في صناعة الإعلام وخلق إيكو سيستم، ميديا إيكو سيستم حقيقي. المتحدة قدمت النهاردة برزنتيشن مبهرة عن شغلها وعن مجموعة شركاتها اللي بتمتلكها واللي بتديرها في منظومة واحدة متميزة لصناعة منتج ترفيهي يعني world class level. وفي الاقتصاد، قال وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس إن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود معتدل مع انكماش الاقتصاد نتيجة لضخ تريليونات الدولارات خلال جائحة كورونا. أوضح روس أن معظم أموال التحفيز لم تضخ بشكل منتج، وتتعارض توقعاته لوزير التجارة الأمريكي السابق مع العديد من التوقعات في وول ستريت التي ترى أن واشنطن ستتجنب الركود مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وبقاء البطالة منخفضة نسبية. فتح رئيس بنك كندا تيف ماكلم الباب أمام تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن صناع السياسة قد يتحولون إلى تحركات ضخمة بمقدار 50 نقطة أساس في حالة صدور بيانات مخيبة للأمال بشأن النمو الاقتصادي. أشار ماكلم في تصريحات خاصة لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يشعرون بقلق متزايد بشأن سوق العمل الكندي وإمكانية انخفاض أسعار النفط الخام ما يؤثر على الاقتصاد. تخلصت الحكومات الأوروبية من أكثر من 16 مليار يورو من أسهم البنوك التي تم إنقاذها خلال العام الماضي، وذلك في إطار سعيها إلى وضع حد للآثار طويلة الأمد للأزمة المالية العالمية. كان البائع الأكبر خلال العام الماضي هو وزارة الخزانة البريطانية التي باعت 6 مليارات و500 مليون يورو من الأسهم من ناتويست، وخفضت حصتها من
8.5% إلى أقل بقليل من 18% منذ ديسمبر. دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك القطاع الاقتصادي في بلاده إلى اللحاق بالركب في مجال التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وأكد هابيك على ضرورة النظر إلى التكنولوجيات الجديدة كفرصة وعدم خوض حرب ثقافية ضد السيارة الكهربائية بعد الآن. أشار إلى الحاجة إلى استثمارات في البنى التحتية والتعليم والجامعات والتحول الرقمي والأمن. شهدت الصين تأسيس 36,968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 11.5% على أساس سنوي. واكتسب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9% عن نفس الفترة من العام الماضي. قالت شركة غاز بروم الروسية إنها سترسل 41,900,000 متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهو ما لا يختلف كثيرا عن الكميات المرسلة الأيام القليلة الماضية. ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، حيث تم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما. نشرة السادسة مساء انتهت في القارة الإخبارية، ولم يتبقى فيها سوى تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. جيش الاحتلال يقر بقتل 3 محتجزين بغزة في نوفمبر الماضي. ونتنياهو يتوعد برد قاس على صاروخ الحوثي الفلسطيني الذي ضرب تل أبيب. وجيش الاحتلال ينفي منشورات تطالب بإخلاء مناطق جنوب لبنان ويعتبرها سلوكا فرديا. كنا معكم في نشرة السادسة منى شكر وأنا فيروز مكي، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء، شكرا فيروز.